بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن محاضراتنا لمادة الاتصالات، موضوعنا اليوم راح يكون حول الدلتا موديليشن. محاضراتنا اللي مضت أخذنا البلس كود موديليشن، وشفنا شلون نقدر بالبلس كود موديليشن نحول الانالوج سيجنال تو ديجيتال. لكن الملاحظة اللي ثبتناها بالبلس كود موديليشن راح نحتاج نمبر اوف بيت عالي، لذلك راح يكون عندنا حاجه لهاير باندويث حتى نقدر نغطي عمليه الارسال والاستلام. ونعرف انه الباندويث بالكوميونيكيشن سيستم فاكتور جدا مهم، فلذلك عمليه المحافظه على الباندويث او استغلالها بالصوره الامثل تكون جدا مهمه بالكوميونيكيشن سيستم. لذلك حتى نحل مشكله الحاجه للهاير باندويث بالبلس كود موديليشن، عندنا تقنيات اخرى تكون هي من ضمن البي سي ام، عاده بنسميها ديفرنشال بي سي ام سيستمز، واللي واحد من عندها هو الدلتا موديليشن. بالدلتا موديليشن سيستم ذا ديفرنس بتوين تو ادجيسنت سامبل، هنا الفكره بالدلتا موديليشن تختلف عن البي سي ام، انه راح تكون عندنا مقارنه للتو سامبلز او التو ادجيسنت سامبلز من الاشاره. وهذا الفرق بين التو adjacent سامبل از كوانتايز انتو تو ليفل، راح نسوي عمليه كوانتايزيشن الى مستويين. ذا اوتبوت اوف كوانتايزر از ريبريزنتد باي ا سنجل باينري ديجيت، يعني راح نحتاج سنجل باينري ديجيت في كل كوانتايزيشن، مو مثل البي سي ام نحتاج نمبر اوف بيت يرتبط بعدد الكوانتايزيشن ليفل. which indicate the sign of sample difference. وهذه الديجيت اللي راح نسوي بها عملية كودينج راح تمثل لي ال sign of sample difference، راح يكون عبارة عن إشارة اللي تمثل الفرق بين الإشارتين. فلو نروح هنا للسيستم لاحظ شلون تتم عملية ال quantization بالدلتا موديليشن. هنا نلاحظ انه هذه هي الانبوت سيجنال راح تتم مقارنتها مع إشارة أخرى predicted signal راح تكون موجودة بالسيستم. لكل سامبل راح ناخذه من الـ x of t راح نجي نقارنه مع السامبل المقابل إلى من الـ x hat of k ونشوف الفرق بيناتهم. إذا كان الفرق موجب، يعني الـ x of k أكبر من الـ x hat of k، راح يكون عندنا الـ output delta، والدلتا هنا نقصد بها رقم مقدار من الكوانتايزيشن اللي احنا نفرضه. اما اذا كان الفرق x of k ناقص x hat of k راح يطلع لنا بالناقص، يعني ما معناه هذه x hat اكبر من x of k، فراح يكون عندنا الاوتبوت هو ماينس دلتا، راح يكون عندنا الفرق هنا ماينس دلتا. لذلك راح الكوانتايزيشن في كل مره راح نشوفه اللحظه هو عباره عن الفرق بين x of k ناقص x hat of k. طبعا ممكن هنا احد يسال اكس هات هي بريدكتد سيجنال، ونشوف انه الاكس هات هي تساوي في كل لحظه، الاكس هات راح نشوفها بالمعادلات راح تساوي الاكس داش اوف كي ماينس 1، والاكس داش هي اساسا تمثل لي عمليه الجمع بين الاكس هات، اللحظه هنا الاكس هات زائد الفرق ما بين الاكس اوف كي ناقص الاكس هات، فراح تطلع لنا الاكس داش، وهذه هي القيمة السابقة للـ x dash of k. راح نشوفها بالمعادلات واضحة وبالإكزامبل توضح عندنا. نلاحظ بالريسيف سيستم هنا يحتاج لنا فقط عملية جمع للإشارة اللي نستلمها اللي هي تمثل لي الفرق مع الـ x hat اللي هي عندنا موجودة، فنسوي عملية جمع لها. ومثل ما قايلين هنا the advantage of delta modulation system that the hardware required for modulation and demodulation is much simpler than BCM system. يعني هنا نقطة إضافية، إضافة إلى أنه دلتا موديليشن حافظنا على الباندويث، هنا راح تكون السيستم مال الإرسال والاستلام راح يكون جدا بسيط مقارنة بالبلس كود مود. الدلتا موديليشن كديسكريت سيستم راح نمثل الاف سامبلينج مالته بالاف سامبلينج اوف دلتا حتى نميزه عن البي سي ام، وهو شيء طبيعي واحد على التايم اس او التي اس، واحد على التي اس اوف دلتا. وهنا قلنا السامبلينج فريكونسي ريت، مثل ما قلنا ات ذا ترانسميتر ذا سامبل فاليو اوف اكس كي اوف تي
اللي هي تمثل سامبل من الانبوت اكس اوف تي از كومبير وذ ا بريدكتد فاليو، قيمه عندنا موجوده لاشاره اخرى اكس هات اوف كي تي اس. راح نلاحظ الفرق بينها وبين السامبل اللي اخذناه من الانبوت مسج، and the difference is quantized into one of two values. الفرق بينات هاي السامبلين راح نسوي عملية quantization قيمة واحدة إما plus delta أو minus delta، هذا يعتمد على الفرق. The output of the quantizer is encoded using one binary digit per sample and sent to the receiver. لذلك نلاحظ هنا راح ما نحتاج كود وورد عالي وإنما هو فقط بت واحدة، لذلك راح نسوي saving للباندويث. At the receive the decoded value of the difference signal، الفرق اللي هو راح نستلمه دلتا او، راح يضاف immediately is added to the immediately proceed value of received output، وراح نضيف هذا الفرق للاشاره proceeding value حتى نقدر نرجع الاشاره x of t. لو قدرنا نمثل عمل الدلتا موديليشن من خلال المعادلات، نلاحظ مثل ما بينا سابقا انه بالسيستم x of k هي تمثل لي الانبوت، x hat of k هي نفسها ال x dash of k minus 1، يعني ال x hat of k تكون مشابهة لقيمة ال x dash of k minus 1 اللي قبلها، تساوي القيمة لل x dash of k minus 1 اللي هي تمثل القيمة اللي قبلها. طبعا ذكرنا ال f sampling هو واحد على ال t sampling وميزناه بالدلتا، وحتى نفهم انه ال x داش شو تمثل لي؟ ال x داش مثل ما بينا سابقا هي عبارة عن ال x hat of k زائد الفرق اللي يمثل ال x of k الانبوت ناقص ال x hat، واللي مثلناه هنا تلاحظون ال x hat اللي اجتنا من الانبوت زائد الفرق اللي يمثل لي هنا عادة اما دلتا او ماينس دلتا، هو راح يمثل لي ال x داش of k. طبعا عادة ما نقدر نبسط السيستم الأولي the delay element and adder can be replaced by integrated. الديلي اللي كنا مخليه وعملية الادينج نقدر نشيلها ونخلي integrator whose input is an impulse sequence of period ts and strength راح تكون قيمته بين الدلتا والماينس دلتا، فلذلك السيستم ممكن أن يكون بهذا الشكل. نلاحظ أنه شلنا الديلي والآدر اللي كان موجود وضفنا انتجريتر، وكذلك بالاستلام راح يكون عندنا انتجريتر ولو باس فلتر، وهذا هو سمبل سيستم للدلتا موديليشن. الآن من خلال هذا المثال نقدر نوضح عمل الدلتا موديليشن بوضوح. عندنا الإشارة الانبوت اللي تمثل لي هذه بالكونتينوس لاين اللي موضحة بهذا الشكل، نلاحظ انه هذه هي الاكس hat of t، اول قيمة للx hat خلنا نفترض بادية من هذا المقدار. نلاحظ بهذا السامبلز بما انه الx of t اكبر من الx hat فيحتاج لنا هنا زائد دلتا، على اعتبار انه الفرق موجب فراح نحتاج دلتا، فلذلك هنا صعدنا بمقدار، تشوفون هذا الفرق مؤشر هنا دلتا، يعني هذه الاشارة صعدت بمقدار دلتا وتستمر الى حد التايم of s تايم اللي تشوفونه هذا السامبلينج، استمرت من هذه الى هنا اللي هو زمن التايم اس. بعدها نجي نقارن هذا السامبلز هل هو اكبر من الاكس اوف تي؟ طبعا اصغر، لذلك راح نحتاج بلس دلتا، صعدنا بمقدار دلتا واستمرت هذه الدلتا الى حد التايم اوف اس يخلص. من يخلص نجي نقارن هذه القيمه اللي هنا، استمرت هنا القيمه الاكس هات اوف تي اقل من الاكس اوف تي، اذا كذلك نحتاج بعد بلس دلتا وصعد هذه نسميها الستيرز سيجنال. ونلاحظ هنا بالسامبل اللي بعده نشوف كذلك قيمة الاكس هات اوف تي اقل من الاكس اوف تي، لذلك احتاجينا بلس دلتا، شوفوا هنا البلس دلتا الاخيرة صعدت فوق الاكس اوف تي، لذلك ان انتهى التايم مال التي اس راح نشوف انه بما انه الاكس هات اكبر من الاكس اوف تي لذلك راح نحتاج ماينس دلتا، تشوفون هذه نزلت ماينس دلتا واستمرت الى حد ال TS. نشوف هنا بعدها بما انه ال X of T اكبر من ال X hat of T فنحتاج زائد دلتا، وهكذا تستمر العملية كل قيمة حسب المقدار مقارنة ما بين ال X of T وال X hat of T، وهذا هو يمثل كل مرة تشوفون هنا ناخذ دلتا بالسامبل اللي بعده هنا دلتا، وهكذا الى ان وصلنا لهذا السامبل احتاجنا ماينس دلتا،
نزلت ماينس دلتا بعتها بالسامبل بلس دلتا بعتها هنا ماينس دلتا وهكذا. تشوفون هاي المنطقة بلس ماينس دلتا إلى أن وصلنا هذه المنطقة نزلت فاحتاجينا ماينس دلتا ثلاث مراحل وهكذا يستمر هذا المقدار. هذا يمثل لي الواي اس كيو اوف تي بشكل بلس، هذا اللي راح يرسل للاوتبوت بهالشكل هذا واللي يمثل عبارة عن كودينج. لما يكون عندنا بلس دلتا مثلا راح يكون عندنا لوجيك 1، ولما يكون عندنا ماينس دلتا راح نعطي لوجيك 0. وهذا هو الفكرة اللي تمثلها الدلتا موديليشن، انه احنا ما راح ندز في كل سامبل عندنا راح ندز نمبر اوف كود، وانما راح يكون عندنا هو ديجيت واحدة تمثل لي الفرق ما بين الاكس انبوت والبريدكتد فاليو القيمة اللي احنا نعطيها انيشيالي ونبدي نقارن بها. والستيب واحد عندنا، يعني الدلتا مقدارها واحد، لذلك كل مرة تشوفون راح نصعد بمقدار دلتا. لذلك هنا نقول the message signal x of t is compared with a stepwise approximation x hat of t and the difference signal x of t راح يكون ال y of t اللي هي الفرق بينات is quantized into two level plus delta و minus delta depend on the signal of different the quantization output. راح تصير لعملية sampling to produce xy of sq of t اللي هي راح تمثل لي عبارة عن الفرق ما بين ال x of t وال x hat، واللي راح تكون عبارة تشوفوها عبارة عن impulse راح تكون إما واحد أو زيرو اللي تمثل لي دلتا أو ماينس دلتا، عبارة عن سيجنم كإشارة تكون عبارة عن سيجنم تمثل stream of pulses مضروبة في الدلتا. هذا هو مبدأ عمل الدلتا موديليشن. هنا نلاحظ انه هذه الاوتبوت اللي حصلنا عليه من عملية الديفرنس راح يمر على الانتجريتر وراح ينطيني ريسبونس راح يكون عبارة عن امبلس القيمة مالتها هي مثل ما قلنا السترينث مالتها دلتا او ماينس دلتا بدي موديليشن اللي راح يحتوي على انتجريتر اند لو باس حتى يقدر يسترجع لي الاشارة. This simplification reduces hardware complexity in delta modulation system considerably. Some of the problem ممكن هذه ال problem تحدث in delta modulation in use to transmit analog signal. نلاحظ انه المشاكل اللي احنا بجانب حصلنا سهولة في الهاردوير اللي موجود بدلتا modulation وكذلك عملية استخدام امثل للباندويث راح تبرز عندنا مشاكل بالدلتا موديليشن. شنو المشاكل؟ During the startup interval the received output will differ considerably from the message x of t. لاحظ انه بالمثال هاي المنطقة اللي هي startup احتاجينا number of delta كل مرة نزيد دلتا الى ان نوصل مقارنة بالx of t، وهذا سميناه الستارتب signal. If the input signal level remain constant x hat of t هذه ايش راح نسميها عملية hunting behavior. لاحظ بالإكزامبل انه هاي المنطقة اللي كل مرة تصعد او تنزل ال x hat يعني تبقى ال x of t وكأنما constant هذه نسميها hunting وكأنما مرة تصعد مرة تحصل plus delta ومرة تحصل minus delta. والمنطقة الثالثة اللي هي أكثر تأثير اللي هي slope overload وهذه نحتاج نعالجها. The slope overload شنو معناه؟ This is due to the rate of rise overload which in serious problem in delta modulation. هذه وين؟ خلينا نشوفها على المثال. لاحظ هنا من تكون عملية صعود سريع لل x of t لاحظ بما أنه الدلتا مقدار ثابت لاحظ يحتاج عندنا عدة مراحل إلى أن نقدر نوصل للـ x of t وتكون القيم قريبة من عدنا. هسه ممكن هنا يجي السؤال هذا شيء أثر عندنا؟ هذا راح ينطيني إرر عالي ما بين القيمة الحقيقية بين الـ x of t والقيمة السامبل اللي احنا نخليه. لذلك هذه واحدة من المشاكل المهمة بالدلتا موديليشن اللي تأثر على الإرر اللي راح يكون عالي في حالة وجود عندنا سلوب أوفرلود. فهنا يحتاج أن نحل مشكلة السلوب أوفرلود. حقيقة نحتاج نحل مشكلة السلوب أوفرلود. نلاحظ أنه when x of t catching the x hat following x of t in a stepwise fashion as long as successive sample of x of t do not differ by the amount greater than
دلتا ستيبوايز. وين ذا ديفرنس از جريتر ذان دلتا، لما يكون الفرق هوايه ابعد من الدلتا، اكس هات اوف تي كان نو لونجر فولو اكس اوف تي، ما نقدر نلحق بالاكس اوف تي. ذيس تايب اوف اوفرلود اللي اشرناه بالاكزامبل از نوت determined by the amplitude of the message signal x of t but rather by its slope. يعني ما معنى احنا ما راح نقدر نلحق على ال x of t بالصعود العالي الها بالستيب وايز الطبيعي، وانما نحتاج عملية سلوب حتى نقدر نحل هاي المشكلة. To derive a condition، حتى نخلي فت شرط نحاول انه نحط بمحددات حتى نحل مشكلة السلوب اوفرلود. To derive a condition for preventing slope overload in delta modulation، حتى نحط شرط نمنع بحدوث حالة السلوب اوفرلود. نفرض انه ال x of t هي a cosine omega mt single tone، ف the maximum slope، اعلى سلوب بهذه الاشارة هو عبارة عن اشتقاق الاشارة by dt في اعلى قيمة الها. هذا يمثل لي هو الماكسيموم سلوب لاي اشارة. فإذا فرضنا أنه عندنا الإشارة هي الـ A كوساين أوميجا M، من راح نشتقها ونعوض أعلى قيمة عتها راح نحصل على A مضروبة في 2 باي في الـ FM. If the step size يساوي لنا دلتا، then the maximum sample to sample change in the value of X of T is A مضروبة في 2 باي في FM في، وراح ينضرب في قيمة TS of دلتا. To prevent slope overload A مضروبة في 2 by FM في TS، المفروض هذه تكون أقل أو يساوي من دلتا. وعليه نقدر نكتبها بالشكل التالي، F sampling of delta راح يكون أكبر أو يساوي من 2 by FM مضروبة في A على دلتا، where F sample مثل ما قلنا هو 1 على ال TS، وهذا خاص بالدلتا modulation. أو نقدر نقول إنه الامبليتود مال الإشارة المفروض يكون أصغر من الـ F sampling في دلتا على 2 by FM for single tone modulation. وعليه نقدر نقول أنه at least الـ amplitude، أو هنا قلنا الـ F sampling، الـ amplitude على الأقل الـ amplitude يساوي أن دلتا مضروب في الـ F sampling على 2 by في الـ FM، حتى نحقق شرط أنه ما راح يكون عندنا slope overload في الـ delta modulation. If the spectral weighting is uniform يعني step size، the result راح يكون انه عندنا الفرض راح يكون عندنا ال A هو اقل او يساوي من دلتا F sampling على 2 by FM. Maybe apply to band limited، وهنا ننتبه انه ال FM هو يمثل لي the highest frequency بالإشارة. ناخذ example، المثال هنا عندنا a delta modulation system is designed to operate at 5 times the Nyquist rate. هاي النقطة كلش مهمة، وهذا المثال متقصد انه نحله حتى تفهم انه بالدلتا modulation عادة مع بعض الاحيان ما ياخذ ال Nyquist rate. هنا بهذا المثال ماخذ 5 times the Nyquist rate. The signal bandwidth B at its input port is 3 kHz. وهنا ال bandwidth B بالسيستم بالانبوت بورت منطقة 3 كيلو هيرتز. And the quantization step delta is 250 ملي فولت، يعني 0.25 فولت. For this problem we assume a 2 كيلو هيرتز sinusoidal input. هنا ننتبه ملاحظة جدا مهمة انه هذا المنطينية هو الاشارة الانبوت ال FM مالتها 2 كيلو هيرتز، بينما السيستم الانبوت مالته هو 3 كيلو هيرتز، حتى نفهم هذه المصطلحات شنو تمثل عندنا. Find the maximum amplitude AM of this 2 kHz tone that avoids slope overload. يعني الآن أوجد له قيمة الـ amplitude لهذه الإشارة حتى ما يكون عندها slope overload بالدلتا modulation. هنا نلاحظ أنه المنطينية الدلتا هي 25% فولت والـ B هي 3 kHz. الـ bandwidth مال السيستم 3 kHz مثل ما قلنا بالباندويث بي ات انبوت بورت 3 كيلو هرتز. اذا الاف ام هنا ايش قد؟ 2 كيلو هرتز. يعني هنا السيستم الباندويث مالته اعلى من الاشاره، حتى نفهم انه الاشاره هنا الاف ام مالته 2 كيلو هرتز والسيستم البي مالته 3 كيلو هرتز. حتى نحسب الاي نعرف انه الاي المفروض هو اقل من دلتا مضروبه في الاف اس على 2 باي اف ام. موجود عندنا، نحسب اولا
ال F sampling. ال F sampling هنا ملاحظة جدا مهمة إنه هو المعتمد بهذا يساوي لنا 5 times the Nyquist rate. نحسب أول بداية Nyquist rate اللي هو 2 في ال B. FS راح يساوي لنا 2 في 3000 ويطلع عندنا ال F sampling 6000. ال F sampling سميناه capital F sampling يعني practical اللي استخدمه راح يكون 5 بالنايكوست ريت فراح نضرب 5 في 6000 ويطلع لنا 30 ألف هيرتز يمثل لي البراكتيكال سامبلينج ريت. هذا اللي راح نستخدمه بهذا المثال مالتنا حساب الامبليتيود. فراح يكون عندنا الدلتا 0.25 مضروبة في 30 ألف الاف سامبلينج اللي مستخدمه اللي دلتا اف سامبلينج مقسوم على 2 باي في الاف ام اللي 2000 وراح يطلع لنا الاي المفروض عندنا اقل من 0.6 حتى ما يكون عندنا سلوب اوفر. لهنا انتهت المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.